هتيجي نشوف. ممكن لأ. أنا أكيد قريب من عش، شمم ريحتهم. كمان واحد، تمام، لازم أحرقه دلوقتي. عش أكيد هنا. Oh.
ماشي، اكيد هو ده البيت. ليسا انا جاي لك، هي اكيد موجوده هنا في حته. ماشي، انت فين يا بنت؟ مش هنا. فين يا ليسا؟ Ah!
انا شامم ريحه عش، اكيد هنا في مكان قريب. أنا شامم الريحة. أكيد قربت. عش كمان أحرقه. خلصت. دلوقتي ازاي هقدر ادخل؟ من هنا. ايوه ده اكيد هينفع. جوه هنا. ليسا، أنا عايزة أنسى. أعتقد إنها ممكن تكتب حاجة زي كده. I'm gonna settle it!
هولع فيك يا حقير. افتحوا البوابة. ترحال دخلوه. كنت في الفصل. أهلا. أهلا بلير. كنت بدرس إنجليزي وقتها في كلية شمولت لربات البيوت واللي ما كملوش مرحلة. عامل إيه يا صاحبي؟ الأخبار؟ كنت مشغولة. ده كل اللي معايا النهاردة. أشوفك قريب. كانوا مسوخ. أهلا، فرصة سعيدة. مسوخ كتير. اللي بيحصل يا بلير؟ بيخربوا كل حاجة كأنها حالة شغب تقريبا. شفت كارين وباقي المدرسين بيقفلوا الأبواب. جريت. حلو جدا. بعدها بأيام. اختيار حلو. أيوة. مش عارف أنا جيت هنا إزاي. دي. أيوة حلو جدا. اوكي تمام. اشوفك قريب. اهلا، جيت اشوف الكسلان الغبي ده عامل ايه يا بوزمن. انت ما زهقتش من النوم؟ بس بوزر مش مسموح لك تدخل. استني استني, استني انا ديكي. انا عايز افهم بس ايه اللي بيحصل. محتاج يرتاح. ما تتوهنيش يا ايدي، انا بسالك هو عامل ايه. انا كويس. مش بخير. جو برد. بس انا جبت لك المهم. ده مش كفايه. مش كفايه خالص. ثانيه واحده، انت قلتي لو انا جبت انا قلت اننا هنحاول. كل اللي نقدر نعمله اننا نستنى. استنى استنى. لا في ديكن. عارفه ديكن. ممكن اتصرف. ديكن. لا ممكن ديكن. اجيب. استنى استنى. طبعا نفسك تكسر حاجه، شايف الغضب في عينيك، بس يا ريت تطلع غضبك مش هنا، هناك بره. انا ممكن. اسمع، مفيش اي حاجه ممكن تعملها. من فضلك ارجع لوطنك. بسرعة. ارجع وطنك يا ديكن. آه. آه.